الحاجات الطبيعيه. اول حاجه الذي اثبت علميا عصير البصل. ايوه سمعتني كويس، عصير البصل. عملوا للناس اللي عندهم الوبيشيا ارياتا اللي هي عباره عن حته شعر وقعت خلاص الشعر مات، عملوا دهان، يجيبوا العصير البصل يعني ويعصروه ويصفوه ويعملوا زي لبخه كده. بعد في خلال شهر واحد 73% من الناس شعرهم نبت. ده عدد مهول، 73% دي حاجه مهوله. ده في تجارب بيبتدوها لما يلاقوا 10% يرقصوا، ما بالك انت دلوقتي 73%. في خلال شهرين 3 شهور، في خلال 3 شهور 88% من الناس شعرها نبت. عصير البصل طبعا الريحه فظيعه، وكل الناس هيجروا ويسيبوك يقول لهم برب شعري برب شعري، عجبكم كده؟ فاول حاجه عصير البصل. تاني حاجه سحر الكوكونات اويل، زيت جوز